قال رئيس الوزراء الفلسطيني إن حكومته تضع كامل الإمكانيات والجهود للتحضير للعملية الانتخابية. وقال شتية في تصريحات له إن الانتخابات تشكل ركيزة للوحدة الوطنية وتحصينا للجبهة الفلسطينية الداخلية. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية قد أعلن استعداد الحركة لاستئناف الحوار الفلسطيني وإنجاز اتفاق إجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون 6 أشهر. للتعليق إذن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم المدهون المحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بك سيد إبراهيم. إذن برأيك ما سر هذا التوافق السريع بين الحركتين على إجراء الانتخابات بهذه السرعة؟ هذا جاء نتيجة جهود يعني وحوارات سابقة كان أبرزها في إسطنبول والقاهرة، ووقفوا في تلك اللحظة على إجراء الانتخابات. رأي حماس كان أن تجري انتخابات متزامنة، مجلس تشريعي ومجلس وطني ورئاسية. السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس رفض ذلك واكتفى بأن تجري فقط انتخابات مجلس تشريعي وأن تؤجل انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني. بعد تدخل وسطاء من بينهم القاهرة والدوحة وأنقرة وأيضا روسيا موسكو، تعهدوا أن تجري الانتخابات بشكل متتالي، ولكن أن تجري جميع الانتخابات خلال 6 أشهر. حركة حماس استجابت لهذه الوساطة أو الرأي الإقليمي والدولي، والذي يعني يمثل ثقل بتدخل روسي وتدخل مصري وأيضا تركي وقطري. ولهذا تم إرسال رسالة إلى الرئيس محمود عباس الذي من خلاله رد على هذه الرسالة بشكل أيضا إيجابي. والآن هناك يعني أمل حذر من على ذكر الأمل يعني الحذر، إذا سمحت لي، قد يتساءل المشاهد الآن ما الضامن لعدم الخروج على مخرجات ونتائج هذه الانتخابات، خصوصا وأن هذه التجربة قد حدثت بالفعل والانقسام قد حدث بعد الانتخابات الأخيرة. ولا شك أن البيئة الفلسطينية الآن معقدة، خصوصا في ظل الانقسام وفي ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وسطوته وفي ظل تدخله. باعتقادي أن هذه الدول هي التي ضمنت أن تجري الانتخابات وأن يتم احترام نتائجها، كما أن الاتحاد الأوروبي يعني أرسل رسائل اطمئنان من أجل ضمان أو الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات. الإشكالية الآن بالموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي. إسرائيل تجد أن أي توافق وأي مصالحة فلسطينية هي ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد سياستها، لأنها تقوم على تقسيم يعني الشعب الفلسطيني وتقسيم أصلا المنطقة. ولهذا تحرك أو يحرك الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة للضغط على الفلسطينيين وعلى القوى. وجود قوى مركزية يعني أو وجود قوى دولية وإقليمية بحجم تركيا وموسكو أو وروسيا، أعتقد سيضعف الحالة الفلسطينية وسيقوي الرئيس محمود عباس في مواجهة الاحتلال وإرادته. الآن ننتظر من الرئيس محمود عباس أن يذهب إلى هذه الانتخابات. إذن الرهان الآن على إصرار كل الحركات السياسية في فلسطين على المضي قدما لإجراء هذه الانتخابات. شكرا جزيلا لك الأستاذ إبراهيم المدهون المحلل السياسي الفلسطيني على هذه المشاركة.